0. ولا كرم اخذ سلاح كرم يا كرم، وين الطلق اللي اخذته يا زلمه؟ ما عندي طلق والله. عندك طلق ابيض 30 3 ورا مش عارف مسدس كل العمار شايل مسدس. والله من جايبين الانفورات هذول يا زلمه؟ ايش في انفور؟ شفت مني تعال اضرب طلقات هون. صح خلينا جوا. هاي طاوة، مين بده الطاوة هاي حارتي؟ في واحد كبر في غرفة مسدس. اي غرفة؟ هذا عندي. في واحد ثاني. يا الله ما تصلح في العمارة. جراف. ما بزبطش، بده يطلع لنا تيم معاه سلاح. عيش دم. شو عمود الوضع؟ التيم يخطى لي انا قصدك؟ كنت مع خمس سلاح هيك امطار وكام. يجوا يشوفونا. بس الابطال بيظلهم عايشين ما شاء الله. سوبر سونيك والله. شباب وينكم؟ بدنا ناخذ عمارة ثانية، نطلع الأربعة مع بعض على العمارة الجنب. يلا روح. يلا والله رايح يكون يا أخي. والله اكو أسلحة. ما في لا واحد يميني العمارة اللي أنا فيها ما معي سلاح. بوش يا زلمة بوش. أنا بضل مسدس برضه. أنا أجمعت الطلق يا أبو غازي. ما معي والله. والله ما معي غير طلقة. أمشي فيهم. طلق أبيض هذا 30 5 في طلقة بيضة رمين. واحد فوق. يلا بشوله انا معي طاوة. روح يلا كنا مع بعض. وينه؟ ما ادري. دور انا اشي يا زلمة. والله قرف والله كل شي ما ادري. هاي طاب تحت. تعال ثاني ولك طلق مسدس بس الاقي بنبسط قاعد. والله تخيل لوين الذل. وين هاد؟ ايش في؟ تخلوا العمارة مالتنا كنا. واحد جاي بسلاح. جاي واحد بسلاح. تعالوا عندي. تعال. انا تحت. طلعتوا على الثنتين. يلا. وين؟ العمارة الثانية اللي قتلني من عندك. شفتوا بالعمارة. العمارة الثانية قاعد بطخ السرسري. ابو نيد سموك هاي. اوه فيلو هاي باندج. تعال معي اتشتين. ولك مش عيب. ولك كيف مش شقاب؟ كيف بس؟ والله حرام. انت شفته؟ يا اخي كل شيء ما عدنا. والله حرام. اقول له هذا اللي فنشته. اقول له ايش فيك تفنش حتى مع الكيدي؟ بالرومي علي الكيدي بس اريد افهم شلون هذا. يا الله. جي مصطفى محمد عبد الله يا عمري شكرا على الاستارات يا وردي. والله حرام يا بس ما في سلاح. ما في بالمره. اسمع سويها. لا قبل دبي تعرف شو تسويها؟ خلينا نلعب ثانية تعيت المود. مود لا مش المود. سوري ايش اسمه؟ سكواد جيم. سكواد جيم. يلا اوكي واحد انا محترف. 24 لاعب يا دبي. هذا السرفايفل هذا. ايوه هذا اللي بصير يمشي. هذا او ماي نون يا هاي يا هذي. فهمتها؟ اوكي كويس. يلا طيب يلا شباب راح نحكي الايديا. حكي على اللايف. يلا احكي لنا يا دبي. 5-9-4-1-2-6-2 مرة ثانية. لا عيد انا ما فهمتش حتى. 5-9-4-1-2-6-2 طيب انطيني. خليني اكون اول واحد بالله بالكن. انطوني شو اسمه بعيد يزم. يلا يلا خلينا بدي اياك تعيد لي اياه. خليني اكتبه على اللايف. اوكي يلا هات.
هات 5 9 4 1 2 6 2 1 2 ايش صوتك راح 6 2 1 2 6 2 اسمع خليها سكواد ما ينفع ما يصير ما يصير خرب يومك مدح بال لبعض يعني احط لك اجر احط لك اجر دبي ابي المتصر ولا انت متضحك علي وين ايوه انا فزت حالي زو هلي انا مركز اخير يا الربع تعبانين انتوا شو فيكم يلا نبدا نروح كلكم رجلين ان شاء الله يلا شيل السبيكتيت يا زلمه كم واحد دخل يلا روح 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 ما راح تلحق تشيل روح سدع عادي عادي كرام بالله عليك العب كويس يعني انت راح تجيب اخر اشي هون انت هون لا, 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 لا 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 والله والله قاعد تعود عليه تعودت عليه والله بنعرف لا اسر روح وشوف نعرف كرم قوي قلبك رقمي حلو والله وانا رقمي حلو رقمي بجنن 93 تاريخ ميلادي لا يا زلمه ليه والله 97 تاريخ ميلادي هي بغازي انت بغازي طالع ايوه انا بغازي نعم صحيح انا 92 يا عيال وين المرجله وين والله 93 رقم جدا مميز هلا حبيبي عبود والله اني بحكي معك الو سمعني وين عبود يي انا في برا ما ايش هذا انت برا يي انت ايش رقمك عبود انا 16 يي طلع برا عبود 16 لا لا انا 16 بس انا كيف برا يمكن عشان قعدت اول واحد بالروم هاي بلشت يلا يلا عبود عندك عبود اوه انا عبوز يا عبود ابلع 35 ابلع عقلي يا زلمه اقسم بالله ابلع 35 ابلع علي فعلا يا عفو الله تخوف يا عمي ليش حق ابلع عبود انت جنبي صح انا الاول انا جنبك لا يلعن ابو القط والله حرام والله انا الاول يا زلمه والله حرام عبود عبود بس يبلع انا باخذ الاول على السريع يا رب ابغى لا ابلع ابو غاز يبلع ابو غاز لا كذب انا الاول طلع طابور صفيد عبود بلعي يلا انا الاول انت الاول اللي وراي اول بالكمبره يا مسيطر يا عبود طلع بالكمبره يا عبود طلع وراي قاعد ما ضل بك مضراب خرب ان خلص الوقت يعني يا جماعة أنا والله ما أتحرك ليش يذبحوني شو المسخرة والله ما أتحرك أنت واقف تعال خل حبيبي يلا بلع يسعد دينهم يا زلمة تجين بلعوك يا زلمة يارني يلا تبشوني تبشوني يلا لا تعي بلع عبود عند الباب مين بلع؟ وانا ليه تحرك ليه تحرك مين بلع بلع مين 26 تاريخ تحرك زياد رقمك عبود خلص انا مبارك عندي كرم بلع انا بلع اصلا ليش تصرخين بلعبوه لا ما واللي مين 78 هذا الوقف ورا نو
لا والله ما تحرك. يا الله والله رقم قياسي والله. وصلت عبود؟ بستنى والله كفو. جي في اثنين واقفين ورا. لا خلوا لا خلوا يفوت. ايوه هذا شماله مات. شنو هذا يا اخي؟ انت حيوان حيوان انت حيوان. فوت تعال. اصلا في اثنين ورا يعني لو فتت ما راح نستفيد. ولك كيف ولك كيف كيف بتحرك نقلب؟ اقسم بالله بتحرك بيموتك. عبود كم رقمك عبود؟ 16. عبود تتحداني ماخذ الاول فيها هاي؟ عمي روح هاي خليني تركز. هنا انا والله انا لا انا امي يا زلمه متعب وانا وانا متعب حرام. دبي بلا شوف 92 شوف 92 ليش ابلع ما تحرك. والله دبي 92 انت انا هذول موجود اول واحد والله اذا قتلوا الا شقهم شيء داس. تأخر الدبي يا ويلي. ربيت أهل الأرنب كيف خرع. يلا صباح مين مين ما بعدهم كمبر؟ هذا اللي بيكمبر يا إخوان هذا إلو فرع خاص. مين مظل؟ هاي خلصت. واقف على الباب هذا بتخوف. واقف على الباب ترى شو بيعمل هذا؟ طلع عليه. ولك هاي بتحرك هذا عادي طلع. احمد طلع عليه احمد. واحد وين وين؟ شمال هاي واقف هون. هاي دخل. هذا؟ يلا ابلع يلا. يا الله ما احسن من تبلع. دي خلصت؟ انا وين؟ ايه انا تاسع عبود. طيب اوه لك عاد انا مو مصنف ابدا. انا 11 3 12 يا دوب. لا 12 12 انا 12 كلكم مثل بعض 19 ابو غازي 19 ابو غازي كثير ابو غازي كان يبلع اول ما دبي 12 كرم 11 انا 9 يلا عيني انا الفايز عليكم بعد انا لازم احكم عليكم. شو الحين؟ والله ما ادري شباب. شو انا اقول انهي؟ شو رايكم؟ استنى بس عبود احنا ساعتين تقريبا الا 10 اوكي جيم خلاص. لا لا العب. شو رايكم افوت لعبه ثانيه هيك جيم سريع ايش حاب تلعب؟ فالورانت شو رايك؟ فالورانت ما لسه جديد يعني اجداد عليها عادي انا بلعب كويس. خليني هيك العب لي جيم السريع نهاية لايف نتونس. لا لا جيم واحد هيك سريع. يلا اوكي ها افتح النشر. يلا هسه افتح لك ترى محترف انا مو نوب. عبود انا رايح اتغدى شباب. روح معود روح ما تعزمنا لا هاي ولا تفضلوا ولا كنادة كل واحد يجي معود. روح تشروا يلا باي. يلا سلام يلا يلا شباب راح نلعب فالورانت. اوكي تمام. ولا بلينج فور 10 ساعات كنت العبها قول لي. مالك لعبتها امبارح واليوم يعني شيء كويس لسه 6 يعني كم البينج بالله. نايس 68 تمام بس لعيب فيها والله ما بمزح. اخر روم شباب بكره بنكمل رومات. خليني العب جيم فالورانت لعبه كثير حلوه بس على البي سي يعني مو
شو اسمه؟ مو تلفون، مو على الموبايل. فوت لعبة ثانية. اوكي يلا يلي بحب التنويع، وينكم؟ ما نشوفكم ما نشوفكم والله. طبعا شباب هاي اللعبة هيك بتكون نفس مبدأ، يعني بتكون 5 ضد 5 هي زي كونتر سترايك تقريبا. خمسة ضد خمسة زي مستودع ديث ماتش، بس ايش يعني على اكبر، انه المساحة بتكون اكبر. شو كمان في اشياء بالضبط؟ هي 5 ضد 5 او بتطول شوي الجيم، بطول يعني باخذ شوي وقت، فاهمين علي؟ كيف المستودع بالببجي بس هاي اثر على مباراة أحلى. واشكال الشخصيات بتكون غير عشان الهيروز، كل شخصية لها لها اشياء معينة، لها قوات خاصة، يعني حلوة اللعبة رائعة. هيا بنا، هاي انا اخترت هاي شخصية اللعبة. هيا بنا، هيا بنا سمعت انا. هي بتعمل، هي عرب اللعبة حاطينها. هاي في لها قوات خاصة، وهاي في لها قوات خاصة الشمال هاي السهرية، وهذا برضو له قوات خاصة، وكل شخصية لها اسم، يعني لعبة حلوة. وسكنات معينة، وسكنات اسلحة، يعني زي ببجي تقريبا، بس هو يعني بيختلف. اوكي يا رب يختاروا، فيها مايك بعدين ما اقدر احكي، بس نصهم اجانب. تمام هاي الخريطة. في هاي شايف هاي ابو غازي اللي فوق هاي. هاي زي بتكون قنبلة مع الدفاع، المدافع في دفاع وهجوم. المدافعين بيكون معهم اشي زي هيك، طلع زي هيك، بيكون معهم زي كيف احكي لك، زي جرة غاز اعتبرها. تمام لازم يحطوها يا بي يا بي. احنا لازم ايش نهاجم، نهاجم ندافع عن المكان. زي القنبلة او زي القنبلة اللي بتنهي الجيم اذا حطوها المدافع. صحيح صحيح، انتزاع الحياة من جسد الشابة. هيا شايف باي، هي هيا صارت معي. هم لازم يكفروني ابو غازي. جايز ايه شوف، انا لازم اكون ايش، احنا المدافعين الان، لا احنا مهاجمين ولا مدافعين، والله ما بعرف، احنا هجوم هم دفاع، طيب كيف احنا ما انا ولا العكس؟ اوكي العكس، معاك الاشي بده. اوكي اوكي، احنا المهاجمين، احنا لازم نهجم ونحط القصص هاي. اوكي تمام، وهي القوات اللي تحت ابو غازي، هاي هي النفس، لسه ما اشتريتهم لانه ما معي مصاري، معيش غير 400 لسه. اوكي يلا. والله بلعب هذاك. بس سلاحك مسدد صح؟ ما سمعناش الجيم اول راوند. اخر لاعب باقي. سقطت السبايك في اي، خرب ان سدينك يا زلمه. خذ خذ المعاي، خذ المعاي، خذ المعاي يا اهبل، وحطها بالاي. روح يا الله، حرام لازم ياخذ الثاني، ما لازم يقتلهم. ايوه خذها خذها، حلو حلو. اوكي هذا ماذا، نوب اللعبه شوي. عدو واحد ريلود، ما كاش غير طلقه. ريلود ريلود برو، ريلود بليز، ريلود. اوكي تبقت 30 ثانيه. احسنا. لا 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 لا. اوكي معنا نوب. تمام خساره. اوكي انا مستعد لبعض العروض الضوئيه يا رجل. سندي هسه انا هسه افرجيهم، بس والله بلعبوا واحد بلعب قوي قوي. لا لا بس انا كويس يعني، مش مهم، بس افرج بسوي لك. ما لازم نحط، اسمع خلينا نروح بي، بس يلا المره الجايه بنروح. لازم انا اكون دفاع. طلع يا
هربت هيك؟ لازم ارجع اروح تبقى عدو واحد. اوه نايس شالوهم قبل. اوف هذا عندي مكمل والله بحكي اسمي بصوت حرام ما توقعتك والله بقول في صوت انا والله العظيم. كم مرة تقدر تعيش وتموت؟ عادي كل راح نلعب جيمات كثير دفاع وهجوم وكذا لحتى نشوف مين راح يكون معاه نقاط اكثر يعني هم يفايزين علينا فايز كل واحد لهم فوق. هاي اخر لاعب طلع الكمبور والله لعبوا كمبور يا لا على طول يذبحك ما يمدي تفتح السلاح تبقت 30 ثانية بدون سكوب هاي ما لازم تفتح فيها سكوب الا سنايبر لعيب هذا هو حيوان هو بالعمدن عشان ما يسمع هيك ما بيطلع له صوت بالمرة اوكي يا ريت موجودة في ببجي هذه ناكل خرا تدينك حلو هاي واحد واحد تمام نايس سيواجهون قريبا أوكي. الحقيقة المرة ناخذ اسم دينا تعال روح بيها المرة ثم مفهم ما بحسه مش فاهمين اشي يا اخي ما تعرفوش انه احنا الهجوم لنأخذ ما لديهم تبهم تحت اوكي ماذا مزرعة رجعت لسبايك لا حرام تبقى عدو الواحد نايشيلكو حطينا خلص احنا هيك فايزين ما راح يقدر يشيل هاي لحد ما تبقى هاي خلص بنفوز وبطل واحد من الرائع العودة إلى المعركة مجددا تعرف دلعب سنايبر أنا وأخذ درع ليفل 1000 لا حقه 1000 شو اسم اللعبة فالوران بس الله شيء قاعد يصير معاي والله حسناً يا جد وقت التحليق حسناً سلازم هم يروحوا بيتان سقطت السبايك في اي عليك بهم عدو واحد اخر لاعب باقي ابتعدوا عن طريقي لا 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 تبقت 30 ثانية والله بيلعبوا اللي ضدنا يا اخوان اشعر بحماس كبير لننطلق فلدي امور يجب تنفيذها
اوكي اريد ان افجر شيئا. خلاص هذول السكواد والله ما بيعرف يلعب ولا اللي دخل. جار حجب الرؤية. تمكنت من العدو. اوف يا زلمة مشيك. سقطت السبايك في اي. مش طبيعي يا زلمة. حلوة نايس. هذا مو انت. لا مو انا. خرجت المتفجر. يا اخي مو طبيعي. طلع السكن السلاح مش لإله هذا سرق من الارض. اخر لاعب باقي. طور سلاحه قاعده. ماتت ريس. تقدر تطور سلاحه؟ لا تطوير لا ما في بس تبقى عدو واحد. اتوقع السلاح مو طبيعيين والله. اللي ضدنا خرب إنا بلعبوا بتعرف لازم نلعب سيف. اوكي بما انك بتعرف يلا بدا وقت الجد يا عيال. خلاص بسم الله. قلنا نتمزرق والان سوف يبدا. هناك هنا فلنشتت جمعهم. مجني هيك تخلي دمي. آخر لاعب باق. سقطت السبايك في بي. نافذة الشحنات. مثالي. وين شني وراه؟ نور حبيبي. ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ. أعيد التلقيم. أعيد التلقيم. فلنحلق. اللي ضدنا مو طبيعيين يا إخوان. أعيد التلقيم. يا زلمة كيف فاهمنا؟ حرام. بحبش اللي بعيد أنا بحب اللي قريب. السبايك بحوزتي. آخر لاعب باق. والله ضر راح يفوز علينا. أوه. حرام جد. أوكي أوكي دن. أسمعهم يحاولون الهرب. طيب لازم نلعب سيف هذا الجيم لأنه إيش ما معي صاريكي. لدينا. سقطت السبايك في اي. انطلاق. شاهدوا هذا. سقطت المعالجة. آخر لاعب باق. هذا مين؟ 5-2 ها؟ بس شو لو كان خرا. قتل ثلاثي. بلعب هذا. هذا مين؟ هذا والله هو اللي بلعب. هل قال احدكم شيئا؟
عذرا لا اسمع صوت قمين. هذا اقوى ام في اللعبه يا احمد شايفه اقوى سنايبر هذا خلص طلق على الراس يدمج كثير اذا جبت عاد اذا ما جبت خلاص راحت عليك ابقوا امنين اعيد التلقيم جاري حسب الرؤية سقطت السبايك في اي ثلاثة علي يا الله بحب بطلع بقدروم ولا ايش انا عدو واحد جديد مين اللي شالهم كلهم ايش مين اللي شالهم كلهم مين هذا ما بعرف واحد من عندنا ان مدينتي بحاجه الي ولا يمكنني البقاء بعيده لوقت لننتهي من الامر بسرعه يا اخي والله ما ادري والله صير نوب انا يبان بس كنت لعيب انا هيا فلنذله لازم نفوز يلا بسم الله خليني اركز انا لازم اركز هاي كمبرا انا لازم اكمبر ما بعرف ليش قاعد ابش بلعب ببجي يا صار هم اللي كمبروا لازم تكمبروا يا عم. سقطت السبايك في اي تركب شنو لاعب باقي طلع هذا كيف راح يشيله من السريع لا 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 ليش الله صوت مو طبيعي هذا لقى وحده عطاه يا اخي والله مو طبيعيين هذول والله يا اخي والله اعيد التلقيم طيب اوكي يلا بدت الكمبرة اوكي هاي حمينا يا دبي اوكي يلا انطلاق هيا اعيد التلقيم احدهم في اي هذا سقطت لسبايك في أربعة آخر لاعب باق هاي حرام حبيبي والله موت الله يصيدك فاضي انت خوف الجماعي ايه؟ هلا كل ذبحه من ورا يا آخر جولة في الشوط سنخسر كل شيء بعد هذا انفقوا المال والله اكيد يعني لازم هاي اخر جوله فلازم ننفق كل شيء اسمع لازم اكمبر يا الله والله لا بعرفش اكمبر بعرف دوده 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 والله دوده والله دوده يا اخي والله دوده من اجلك يا اختي طلع انا الاخير عندك قنبلة ستنفجر ما عاد بوش قبلي آه.
جار حجب الرؤية. سلب البصر. تبقى عدو واحد. يا بني. أنا بش 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 بش. آخر عدو. والله ما أتخيل إيش الكل كلكم. لا تعطل طريقي. انا دائما اموت ترى عليك ترى والله ايش تسوي لي لوت تبديل الجبهات من معداتي بقى. يلا هسه احنا صرنا هجوم هم صاروا دفاع. كنت نيد دبي نفس الاسلحه صح؟ شو نفس الاسلحه؟ يعني على الجهه هذه وعلى الجهه هذه نفس الشيء. نفس الشيء بس انه هسه احنا لازم ندافع ندافع عن A و B عشان ما يحطوش اللي حطيتها قبل شوي وبلعت انا. طيب اوكي هاي الجولة ان شاء الله لعن. يلا ما حد مفيش صوت عندي. هم اف بي رصد عدو في بي ميت هنا. آخر لاعب باق. سقطت السبايك في بي. يا حرام انا كنت اخر لاعب بس شلت واحد. واو اخيرا هيك شلت واحد حسيت انه في لسه يعني لن يتذكرهم احد. طيب اوكي نافذة الشحنات. لا ما فين لقطت السبايك في بي. تبقت 30 ثانية. سرعت سبايك. آخر لاعب باق. آخر لاعب باق. تبقى عدو واحد. أوف يمين حرام شلت واحد. ومين طلع لي واحد؟ سنتولى هذا.
لازم هاي الجولة ألعب بدون سلاح عشان إيش يكون معي مصاري كافي. فاهم؟ أوكي أنا كنت هون. أنا المشكلة مو حافظ كل الخرائط فشوية رحت أتشكى. كلهم فيه دوري أتلس باي. أعيد التلقيم. آخر لاعب باقي. أمان. إلى اللقاء. يلا راح تفقع جيجي فاز على كل الحالات. اسم اللعبة فالور. نقطة الفوز. انظروا في أعينهم وأنتم تقتلونهم. المرة أتوقع راح يروحوا إيه فا نمسك إيه أفضل. سيكون هذا ممتعاً. ابتعدوا عن طريقي. سرعة سبايك. آخر لاعب باق. قتل الجميع. فاز المهاجمون. طب اللعبة نروح نلعب لك ببجي أحسن والله. يلا جي 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 شباب في اللايف اللي معنا كانوا فوتوا على علامة النجمة. راح يطلع لكم كمان ميت ستار مجانية. فبعثوهم خلينا نفتح حفلة النجوم. راح تفتح عند أول ستار راح تبعثوها فراح تفتح تلقائية. فلتس جو. الكل يفوت على النجمة وراح يلاقي ميت ستار معاه إن شاء الله مجانية. أتوقع راح يكون معاه بال احكي معاي يعني كيف مخزنات راح يكونوا معاهم فوق مبينين. فابعثوهم يا حبايب قبل ما ننهي والله خلينا نفلي حفلة نجوم. خلونا نسوي حفلة يا جماعة يلا الواحد بيستانس. ولايكات حفلة لايكات بنفس الوقت. جمعت اللايكات اطبل لكم لجوة والله. اوكي اتوقع راح تبدا حفلة. اوكي تمام بلشوا بدينا يا الحبايب. عيوني انا عيونك عبود ولا عيوني انا؟ لا عيونك خلاص هاي المرة ما عيونك ما نقدر. لا مو علامة تعجب مية فوت على ستارات وابعت ميت ستار راح تكون مجانية عندك. اولي ليش ما حفلة النجوم ما فتحت غريبة فتح مرتين لانها ما بعرف ليش ما فتح. مش ضارة عندي مو عندي الكل طبعا الا يعني عند بعض
تمام اوكي ما ظهرت حفلة النجوم ما بعد. شباب قلوب لكم جميعا شكرا، حطوا لنا لايك شير سبسكرايب، نلتقي غدا ان شاء الله. قلوب لكم جميعا والسلام.